السلام عليكم. اليوم حشارككم باللازينة اللي راح احضرها لرمضان. هي حتكون يعني بصراحة افكار بسيطة يعني، فما حاخترع شيء بس عشان اعمل فيديو حلو، بس حشارككم بالاشياء اللي انا عن جد راح اعملها. فمثل ما شايفين هيدا هون عندي المدخل، هيدي الخزانة للأحذية حاططها بوجه المدخل. فبالعادة هون انا بحط الاشياء الزينة يعني الديكورات وهيك، بغيرهم من فترة لفترة. وهول الفوانيس عندي اياهم من رمضان الماضي فحطيتهم، بس مثل ما شايفين هون الحيط فاضي يعني، فحابة اعمل شيء لحتى اعبي هيدا الفراغ، وشي اكيد شيء له علاقة برمضان. فهفرجيكم هلا شو حاعمل، شو الافكار اللي عندي عندي، وكلها من اشياء واغراض موجودة عندي بالبيت يعني. ححاول ما اجيب شيء زيادة، فاذا اضطريت اشتري شيء بجيب مش مشكلة، بس مبدئيا في عندي اشياء كتير ممكن استفيد منها. هيدي الفلينة المدورة كبيرة كان عندي اياها احتفظت فيها، كنت عاملة حفلة لبنتي فالجاتو اشتريناه جاهز، فاجا على موجود يعني حاطينه على هيدي الفلينة فخليتها وقلت بعمل فيها شي هيك زينة. فمثل ما شايفين قصيتها، عملت شكل هلال بهيدا القطر، رسمت هيك خط بالنص ورسمت بقلم رصاص شكل الهلال وقصيته فيها. بس يعني هيدي هي بس الفكرة مثل ما شايفين، فصار في عندي هلال من فلين، وهي صايره الفلينه هيك سميكه يعني عريضه فيها سماكه. فهلا رح احاول اغلفها، حابه اعمل لون ذهبي واحمر بما انه الفوانيس اللي فرجيتكم اياهم لونهم ذهبي واحمر، فبيطلع مناسب وبحس هول اللونين حلوين لرمضان. فعندي هيدي الورقه لون ذهبي كمان موجوده عندي من قبل يعني، فحلزقها على هيدا الهلال الفلين، وهي هيك هو ما كتير مبينة، بس على الإضاءة اللي عندي بالكوريدور بتعطي بتطلع شكلها حلو يعني، بتعطي لمعة. هي ورقة هدايا عادية يعني مثل ما شايفين، استعملتها لشي تاني، وهيدي هي بس الشقفة اللي بقيت. فهلا رح أقصها على قد الهلال ولزقها ونشوف شو بيطلع معنا. قصيت الورقة ولزقتها، بس مثل ما شايفين طلع في عندي شوية أقطاع يعني مبين الفلين الأبيض، يمكن لما كنت عم برسم ما كتير رسمت بدقة، بس مش مشكلة هلا بلاقي لها حل. فبحط شي يعني بغطي هيدا الأبيض المبين. فمثل ما شايفين يعني لما بلش أعمل شغلة ما بكون كتير مخططة تطلع قبل بوقت، بشوف شو بيطلع معي. وهيك يعني بما أنه عندي مواد يعني كتير للأشغال اليدوية وهيك، انا بحب هالاشياء يعني، فدايما برجع بلاقي شيء وبظبطها يعني. فهلا بشوف شو بيطلع معي وبفرجيكم. على الطرف حطيت هيدا الحبل، لزقته من هيدي النوعية كان موجود عندي. كان في عندي فكرة تانية، هي انه استعمل حبات اللولو لزقهم واحدة ورا واحدة يعني، صفهم هيك على الطرف، كمان كانوا بيطلعوا حلوين، بس حسيت انه رح ياخدوا معي وقت كتير، فلقيت انه افضل انه اعملها بهيدي الطريقة اسرع وكمان بيطلع شكله مرتب. هلا بالنسبة للاطراف اللي من جوا هيدول الفلين الابيض يعني، بدي لونهم باللون الذهبي عشان ما حلو يبين هيك لونه ابيض. الفكرة التانية هني هول الفوانيس، عندي اياهم من رمضان الماضي وقت عملتهم من كرتون يعني، بس كرتون اسود وكرتون ملون مثل ما شايفين، وعلقتهم هيك على حبل يعني كان شكلهم مهضوم، ولقيتهم بعدهم عندي فقلت بستفيد منهم. فهالمرة رح غير بس الالوان، هيدا الكرتون الملون حبدلهم وحط محلهم لون ذهبي ولون الاحمر عشان يلبق مع الفوانيس اللي عندي يعني. يعني الثيم كله عم بيكون ذهبي واحمر، فما حلو احط معهم هيدي الالوان، فهعملهم برجع افرجيكم كيف طلعوا. وهيك صار شكل الفوانيس بعد ما لزقت عليهم الورق الذهبي والاحمر، كتير حبيتهم، حسيتهم كتير عطوا فخامه يعني، وشكلهم هيك مبينين مرتبين اكثر وكانه متعوب عليهم اكثر يعني من قبل، وما اخذوا كتير وقت معي يعني مثل ما قلت لكم كانوا اصلا عملتهم يعني من السنة الماضية، بس غيرت هول ما بعرف سموهم شبابيك، لزقتهم فوق الموجودين يعني، وهيك طلعت النتيجة. هيدي هي كانت النتيجة النهائية بعد ما علقت الهلال بالفوانيس. الهلال لونت اطرافه باللون الذهبي مثل ما قلت لكم، وعلقتهم كلهم بهيدا النوع من التلزيق.
ما بيخرب الحياة. فالفوانيس حسيتهم ثابتين منيح، الهلال ما بعرف إذا ممكن يوقع، فبشوف إذا واقع برجع بلزقه بنوعية تانية. كتير حبيتهم، ما بعرف على الفيديو مش كتير مبينين مظبوط يعني، بس على الواقع كتير حلوين حبيتهم يعني. هلا الفكرة الثالثة اللي عم فكر اعملها هي شيء لبنتي يعني. فعندي هيدا اللوح الفلين، وعندي هيدا النوعية من ال ما بعرف شو بسموه، لبادي يمكن، بيجي هيك مثل ما شايفين كل الالوان. فانا اخترت هيدا اللون لانه بنتي بتحب اللون الزهر، وقصيتها على قياس اللوح. ضل هون في شوية فراغ يعني، هو القياس أقصر. هلا بحاول أغطيه بشي تاني مش مشكلة، فححطه على لوح الفلين. هلا إذا ما عندكم لوح فلين مش مشكلة، فيكن بس هيدي تخلوها بدون لوح فلين، وعادي بترجعوا هون بتفتحوا لها فتحتين وبتعلقوها يعني هيك، فمش ضروري اللوح الفلين، بس أنا لأنه موجود عندي عشان هيك عم بستعمله. فاللي حأعمله هلا حلزق هيدي وألاقي شي طريقة لغطي هون، غطي هيدا المكان اللي مبين، كمان الكادر من يعني الإطار راح أغطيه كمان بهيدي النوعية من القماشة. هي لونها زهر مبين على الصورة، مبين يمكن أبيض، فهيك بيعطيها شكل أحلى وأرتب. والفكرة هي اللي بدي أعملها يعني إنه بدي أحط الأرقام الشهر كله من 1 لل30، وكل يوم بصير بنتي يعني فيكم تعتبروها مثل كاونت داون يعني للعيد. فكل يوم من ايام رمضان بتجي بتشيك دبوس على اليوم اللي خلص، مثلا خلص اول يوم من رمضان بتحط عليه هيدا الدبوس. بس ما رح خليه هيك الدبوس، كمان رح زينه، رح شوف طريقة لزينه فيكن يعني بأي طريقة انتو اللي بتحبوه يعني. عم بعطيكم الافكار العامة وانتو بتغيروا فيها مثل ما بتحبوا. فرح كمله انا هلا وبرجع افرجيكم النتيجة النهائية. هيدي هي النتيجة النهائية بعد ما خلصتها. مثل ما شايفين، أول شغلة ما استخدمت اللوح الفلين لأنه تذكرت إنه نحن مسافرين بنص رمضان، فصعب علي أخذ معي اللوح. فهيدي سهلة مثل ما شايفين، مثل نوع من القماش بتنطبع يعني، بتنحط بالشنطة بكل سهولة. عشان هيك تخليت يعني عن فكرة اللوح الفلين. وتاني شغلة ما استخدمتها هي الدبابيس. أول شي مش آمنة، وتاني شي بدون لوح مش ظابطة يعني. هي المسألة الدبابيس مناسبة للوح الفلين، فاستعدت عنها يعني بالستيكرز. الولاد بيحبوا يلزقوا ستيكرز، ف يعني عندي هول ستيكرز، فكل يوم بتصير تلزق وحده على اليوم. مثلا هيدا اول رمضان، تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، وهيك لا يخلص الشهر. فهول شايفينه قلوب 30 قلب، يعني 30 يوم بيرمزوا ل 30 يوم. فهيدا اخر واحد اللي هو ال30، هيدا مش ملزقته تلزيق ثابت، هيدا بينشال. فاذا كان رمضان هيدي سنة 29 يوم، هيدا القلب بشيله حتى يضل عندي بس 29 يوم. واخر واحد هيدا هو بيرمز للعيد، فعم فكر اكتب هون كلمة العيد، او ممكن خليه هيك يعني. بنتي بعدها ما بتعرف تقرا يعني، لعمرها هيك منيح. ممكن تحطوا ارقام فحسب عمر الولد يعني. انا جربت احط ارقام بس ما عجبتني، صارت معجقة، خصوصي لما تيجي تحط استيكر فوق الرقم هتصير هيك معجقة وما حلوة يعني. وهون حطيت هيدا الخيط عشان تعلق لي اياها بالغرفة، فهي بتتعلق على الحيط باي مكان يعني. فالولد بيتحمس هيك مثل عد عكسي للوصول ليوم العيد. فبنتي عمرها 4 سنين، فهي لعمرها لقيتها كتير مناسبة. هفرجيكم افكار تانية يعني ممكن تعملوها. فمثل هيدي بعد على اسهل، هيدي جاي قياس مثل ما شايفين قياس اصغر يعني. يعني هذا النوع من القماش اللباد بيجي قياسه اصغر من هيدا، فنفس الفكرة تقريبا، بس حطيت هوني ارقام هولي من ورق يعني. هفرجيكم كيف بيجوا هيك، ورقة عادية يعني A4، عملت لها برينت وقصقصتهم، قصقصت المربعات ولزقتهم عادي هيك ورا بعض بهالشكل. وحطيت هون كمان قلب مثل هون وكتبت عليه كلمة العيد. هلا هيدول عملتهم لأولاد اخواتي، فأولاد اخواتي اكبر من بنتي،
مش كلهم يعني، في منهم صاروا يصوموا يعني، فهيدي ممكن يستخدموها يشوفوا الايام اللي صاموها بعد ما بيصوموا كل رمضان يعني، في منهم بيصوموا منهم لا، فممكن يستخدموها بطريقة تانية مختلفة عن هذه الطريقة يعني، مش للعد العكسي للوصول للعيد، ممكن يستخدموها يجيبوا قلم فكل يوم بيصوموا بيعملوا عليه دويرة أو إشارة صح إنه هذا اليوم صاموا، أو ممكن يستخدموه مثل ما بتستخدموا بنتي فبيشطبوا كل ما يمرق يوم بيشطبوا عليه، فمثل كأنه كالندر يعني أو رزنامة. فللصبيان عملت لهم الوان مناسبه وللبنات الوان مناسبه، كتير حبيت شكلهم هول بعد ما خلصتهم مثل ما شايفين، بعد بدي لزق الورق ويعني هيدي جاهزه، كتير حبيت شكلهم كتير طلعوا مهضومين وبحس الولاد كتير رح ينبسطوا فيهم، هول البنات هول الصبيان. فانتو فيكم تغيروا الطريقة اللي بتحبوها الموجودة عندكم يعني، شو متوفر مواد عندكم استخدمون، انا هول كل اشياء كانت عندي يعني، فمن حسب شو عندي استخدمت. ف فيكم تستخدموا كرتون بدل هيدا اللبات، استخدموا كرتون مش ضروري يكون لبات، اي شيء يعني فيكم تستعملوا. هيدي الفكرة صارت شرحت لكم اياها، استخدمت هيدا عشان اعلق هيدي الشريطة، وهول القلوب يعني كل حسب كل واحد عملت له قلب هو بيرمز للعيد. بس هيك شو بعد كمان بدي فرجيكم، كمان ممكن تستخدموا بدل الستيكرز فيكم تستخدموا اي شيء بيلزق، مثلا مثل هول كتير مهضومين كمان لهم هون مثل تلزيق استيكر يعني كمان بيلزقوا، فكمان ممكن تستخدمهم بنتي هي بتنقل بدها اذا حبت تحط من هول او اذا حبت من هول. فهيدي الفكرة التالتة خلصت، وبعد في عندي كم فكرة لشوف اذا بلحق بعملهم وبصور لكم اياهم. واسهل فكره ممكن تعملوها يعني هي ابسط فكره للاولاد انه تفوتوا تعملوا لهم برينت لاشياء رسومات لها علاقه برمضان، فمثل ما شايفين هون طبعت لها مجموعه بتلونهم هي ورفقاتها لهم علاقه برمضان، فالولاد بيحبوا هيك اشياء خصوصي اذا عم يعملوها كمجموعه يعني مجموعه الاولاد سوا هي ورفقاتها هي وقرايبينها مثلا، ففكره كتير بسيطه وحلوه كمان يعني بتفرح الولاد كتير. وهيدي اخر فكرة لليوم، فكرة بسيطة بس رسمت هيدا الفانوس نفس هيدا يعني، رسمته على كرتون ابيض قصقصته وحاعطيهم لبنتي تزينهم بالطريقة اللي هي بتحبها، هعطيها تلزيقة وهيك ورقة ملونة اشياء بتلمع يعني او حتى تلوين يعني تزين مثل ما هي بتحب، وبعلق اياهم بشريط وبعلقهم بغرفتها هيك بتنبسط وتحس حالها هي عملت شاركت بالزينة، لانه اكيد اكيد الصبح حتفيق وتشوف الزينة معلقة حتقلي ما خليتيني زين معك، كتير بتنقهر لما تشوفني زينت لحالي كتير بتحب تساعدني بهالاشياء. فهذا هو الفيديو لليوم، هاي هي الأفكار اللي لحقت أعملها، فإن شاء الله تكونوا استفدتوا وفي يكون في أشياء عجبتكم، وقرب رمضان بعد في يوم أو يومين إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية، وبدي أذكركم ما تنسوا تكتبوا أهدافكم إذا بعدكم ما كتبتون لشهر رمضان، ضروري تكتبوا أهدافكم لشهر رمضان وتفصلوا فيهم يعني تكتبوا مخطط لرمضان بخطوات يعني تفصيلية عشان تحققوا الأهداف اللي حابين تحققوها. وبس هيك، وإن شاء الله بشوفكم بفيديو بعد رمضان إن شاء الله. السلام عليكم.